اخويا وحبيبي محمد صلاح توجه في القائمه النهائيه لاحسن لاعب في العالم. صلاح انت لعيب كبير وشخصيه محترمه، عملت ارقام كبيره وعملت انجازات وبتحطم ارقام، ربنا يكرمك تسير كل خير. انا هنا موجود في اياكس امستردام، بعمل فتره معاش مع فريق اياكس، واحد من عمالقه الانديه في اوروبا. صلاح واحد من الاسباب اللي انا متواجد هنا لانه رفع سقف احلامنا وطموحاتنا وخلانا نصدق احلامنا. صلاح فخر، فخر لاي مواطن مصري وعربي. ان شاء الله متواجد مع فريق اياكس لحد نهايه الاسبوع، بقضى على فتره معايشه مع الفريق. ان شاء الله خير، دعواتكم وبالتوفيق ان شاء الله.